اوكي okay. اتوجه لجميع الدول العربيه، حياه الانسان هي اهم شيء في العالم. نحن باسرائيل نقدس حياه البشر، ومطلوب انكم تقدسوا حياه البشر. نحن عايشين في دوله ديمقراطيه، وانا عربي وبفتخر في اسرائيليتي، لانه اسرائيليتي نابعه من حقوق الانسان ومن الديمقراطيه وحريه الفكر والدين. لذلك نحن نتوجه انه نتعاون معكم بالاقتصاد في امور عده تخص الانسان ومستقبل الانسان ومستقبل المنطقه بشكل عام. اسرائيل مش عدو، اسرائيل ما كانت عدو ولا بتكون عدو. هذا شعب الكتاب، موجود في القرآن وموجود في كل الديانات. هذه منطقة مقدسة ومعترف علي بها بالقرآن. لذلك مطلوب منا أن نعيش في محل ومكان للكل أنه يعيشوا. وأنا حسب رأيي ممكن إذا بيكون هناك تعاون بين كل الجهات وبين الدول بالمنطقة، منوقف التطرف النابع من الشيعة ومن إيران، وبيكون عندنا موقف اقتصادي مثل جنة بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وأنا بحثكم إنكم تتعاونوا معي، تتعاونوا مع الحكومة الإسرائيلية. ما في مجال ثاني، ما حدا بحارب وبيربح. حرب هي خسارة للكل، والسلام سيد الأحكام.